طيب ارحب وارحب والله يحييكم مرحبا بكم. ايش تقول يا ابو علي؟ اقول ما دام ان اهل المعاصي احنا في فيما يقربنا الى الله فالاولى احنا حتى يقتدى بنا وان شاء الله ما هي برياء ولا سمعه. الحين نقاش اخونا الحين النقاش يوم جيتونا على الهواء اخونا سالم السحمان الله يكتب اجره متبرع له مبلغ ساهم في الوقف في يقول اعلن ولا ما اعلن؟ فابو علي يقول اعلن وحنا نقول اعلن لجل يتنافس المتنافسون. تفضل يا ابو السحمان. ابي تعلن عني انت ما يحتاج طول الحياه. الله يكتب اجرك. تبرع واصل من سالم من السحمان عن من؟ عن والديه. عن والديه سهم. اسال الله ان يكتب اجرك يا سالم من السحمان ويعفو عن والديك ويعفو عن جميع والدينا ووالدي من يسمع ان شاء الله. امين امين. الله يحييكم. ترحيب المطر والسيل بعد الفطور ودنا بنشيد ودنا بشعر. شرب السعد. ودنا ابدا من عندك ولا من عند ابو مسفر؟ لا اعطني كلمه. من الجاهز الجاهز يعلمني. اعطني كلمه ابو عبد. تفضل يا ابو علي. الشيخ محمد عوض الله يمسيك بالخير هذا عضو المجلس البلدي في بالقرن كان معات بعض الليالي والليله يشكركم فردا فردا ويشكر ابو مخيتان يقول على سمعت المحاوره بينكم بين العامل وما نرى فيكم الا قدوه للجميع وقلنا هذا فرد منا فيشكرنا فتحياتنا لك واحنا والله حريصين دائما ابو عبد الله دائما يقول اجلس ولكن اللي خلف الشاشه ما يدري ايش اللي يدور عندنا صحيح. وهو يرفض فالحمد لله بشترك حنا مسلمين واخوان وبالله اعوان. جملت والله لا يهين ابن عوضه ويعيننا على عمراء. يا عمراء ابلشتنا مع المسلمين. لا عمراء عمراء بيض وجه اخوي خلي قوينا من يخدمنا غير عمران ومن يجيب لنا اجلس هنا يا عمراء. جزاه الله خير. انا اليوم بسوي شيء ما حد سواه. اجلس يا عمراء. يلا تعطيه الميكروفون يعني. يا استاذ عمران مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك يا عمران؟ طيب الله يعافيك. بكل صراحه ترى العالم يشوفونك الحين كلهم انت تحب برنامج بيت الحكمه وبرنامج كارم ولا لا؟ احبه واحبني لما اخذوكم انت تفطر ارتاح انا. طيب حنا ما نقول لك يعني امانه 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 حنا ما نقول بيتك اجلس وانت اللي تعي. اي بالله انا اللي اعي. ليش تعي؟ طيب احب اخدمكم انت تفطر ولا انت تفطر انت خلاص كان انا افطرت انا وتاجل فطورك تروح تفطر مع الشباب اخوياك صح؟ امشي افطر مويه وتمر بدا ما تفطرون تروح. ها هم في ناس يحسبون انه كبر انه ما نبيك تقعد معنا وان احنا نبغى ناكل وانت تخدمنا ويا ذاك هاي هاي وهكذا. الكلام ذا حاصل؟ لا افا ما بحاصل. انا اعتبركم زي ما ولد انتوا انا ولدكم. الله يوفقك يا عمران. طال عمرك احنا هديناك طال عمرك اول تمس يوم خطبت اكيد والمره لا تزعلها اكيد والبنيه عنها تتبعنا اكيد. يا بنيه افرحي انك خذيتي عمران. عمران رجل صالح من شعب ان شاء الله هو اهل الحكمه واهل الادب والعلوم الغانمه. وابشر بنا لعرست. ابشر بنا يا عمران احنا وبرنامجنا. ابشر بنا بالنوزات والمدات والعلوم الغانمه وبعرض في زواجك. لا 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 يا لا. الله يوفقك يا عمران. الله يوفقك يا عمران يعطيك العافيه. ها والله ترى بعض المتابعين من حسن نيه وطيب وهذا علم الغانم يا اخواني يذكروننا يحسبوننا بنادم يعني والله يمكن يجي غرور. صحيح صحيح. لا لا مجارين ان شاء الله. والله يعني تنبيههم لنا يا ابو علي سواء اخوي ابو عوضه ولا ابو عوض محمد عوض القرني. نعم عضو مجلس انا راح بالي ابن عوضه يرفيتكم. لا 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 هذا القرني طال عمرك من ال سليمان ونعم بالرجل وكان زميل اصلا في المتوسط ونعم بك وبه ونشكر له على التفاته الكريمه. ابو مصر جاهز بس حمان سنه يقول خل ابو مصر يبدا. حسنا هو اكبر مني سنه وكلكم ونعم والله ظني انكم حبا. قل يا الله ان الله ينفع. امين. ونحن نتسمى بعد والله في عندنا نوع من القصائد اسمه مجالسي. اسلم احسن ما به. اعطوا بالله ابو مسفر صدى يا هيكل يا احسن هيكل في العالم. يعطينا شيء زين. لا 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 لا. طيب ترى السماعة عندنا ما هي شغالة يا محمود. يا لا 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 لا. طيب طيب. يقول العين ترتاح لا من شافت الناس الايام 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 والحسد ودى البشر للفقر والحكم الاعدام. يلا الله ايوه. وان مات من يحسدونه جول داره مع الزين. يا سلام.
والصدق من عند ابو وجهين يومين ويروح هذاك ما يتفق لهجه ومنهاج روحي لا 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 العين ترتاح لا من شافت الناس الأيام 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 والحسد ودى البشر للفقر والحكم الأعدام الله الله وان مات من يحسدون أهجوا لداره مع الزين طيب طيب والصدق من عند ابو وجهين يومين ويروح هذاك ما يتفق نهجه ومنهاج روحي لا 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 هذاك ما يتفق نهجه ومنهاج روحي مسكين يا ابو مسلم يا لا 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 طيب طيب يقول من شيبت رسات صاري فالأيام الله المستعان يا لعن ابو طاري الفرقة مثل حكم الأعدام الله الله لا من ذكرت السنين وذكرياتي مع الزين طيب متى على الله تجي يا سيد القلب والروح طيب غيبتك يا صاحبي قد جات منها جروحي يا لا 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 غيبتك يا صاحبي قد جات منها جروحي مسكين يا مجاريح ولو يا مجاريح يظل الله وجهك جملت جملت ما شاء الله تبارك الله الصوت والابيات والجمال ما شاء الله بس شوف يا في منافس اليوم في منافس بس حمان بعد عنده صوت إن هو العقل سلام يا سالم الله يسلم وين منافسي ما منافس مع هالعرض ارتاح ارتاح يوم قلت تفرطت من الحين ما انا محتاج كفو كفو يا ابو نايف قال من قال خلني بختار لكم اول شيء ابيات وش رايكم سم قصيده نظر سم سم لاجل شكل ما يصير كلها اصوات سم سم طيب اللي تبي كان شعري ما يلامس ظروف المجتمع ويش ابي في رفعه الصوت والشرح الطويل يا سلام وكان شعري عن كلام الجهاله مرتفع وش حصيلي يوم كلنا يعيل لحصيل وكان ما فرقت بين الحقيقه والبدع صرت مثل العمله اللي ما تنفع للعميل وكان ما نورت عقل اللبيب ليستمع صرت مثل العمله اللي ما تنفع للعميل يلا كل من يزرع لبده يحصد اللي زرع وابن ادم ما هلك غير من قول وقيل ومن يطير بريش غيره اليوم منه وقع يتمنى ما ارتفع في الهوى لو ربع ميل ولا دفعني للشعر لا خيال ولا طمع ولا تجاهل واقع ولا محاول مستحيل الله 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 صح لسانك وعلى لسانك الله يرفع بيض الله وجهك يا بن سحمان بس نبغى الصوت يا اخوي صوت طيب ايوه صوت العرب اللي قد علمته والله فيه وحده والله فيه وحده حلوه يا جماعه انا ودي اعيدها لكم وهي مسموعه لكن بعيد اللي هي لكم جديد اللي هي بعيده تقول في واحده حلوه اي خالف اللي هي يا والي الروح يا والي الروح حلوه حلوه الروح هذه والله حلوه يا والي الروح هذه سبحان الله الله سبحانه وتعالى من اجمل القصائد والله والي ارواح الاحياء والاموات سبحان سبحانه فقلت فيها يا والي الروح غيرك ما لروحي ولي سبحانه انت ارحم الراحمين انت اكرم الاكرمين سبحانه يا الله بلطفك وعطفك كان قال اعملي يا الله برحمتك تكتبنا مع التائبين يا رب والشعر صح وخطأ وصدورنا تمتلي
أما كلام خطأ ولا كلام ثمين والزود والتذب ظلمه جعلها تنجلي على الجاويد والإسلام والمسلمين يا سلام. والمادرة يا النشامة واسمعوا ما يلي ما يلي الوقت ضيق علي وانتم مجملين أكيد تستاهل التكريم يا أبو علي أكرم الطيبين اللوفى الطيبين أكيد تستاهل التكريم يا أبو علي ما يكرم الطيبين اللوفى الطيبين يا سلام وكيد هذه عنيزة حظها معتلي ما دام فيها رجال مثلكم مخلصين وافضل صلاتي وتسليمي على المرسلين نبينا الرحمة المهدى للعالمين نبينا الرحمة المهدى للعالمين سلامتك اللهم صل وسلم سلمت ولا ندمت بس انا والجديدات شوي بتعب كل يوم معك كثيرة صح لسانك وبعطيك سؤال لان بيفاجئك بس لازم تجاوب عليه سم ابشر الله يعيننا وياك عيننا على اذكر انك كنت شاب اي مدري والله هي من طيشان الشباب اكيد جاك ولا اندفاع الشباب ولا احد الاصدقاء دفوك الله يستر المهم انهم دفوك يوم من الايام وانت باقي مبتدي في الشعر ووقفت قبيل لعملاق من عمالقه الشعر صياف الله يرحمه صياف الحربي نعم صحيح الله يرحمه ابغاك تعطينا ابيات كنت وياه الله يغفر له لكم وكل مسلم بالعكس انا هم حطوني في انحره وانا ما كنت طالبه سبحان الله ولكن لكن احيانا انت تختار والله يختار لك اللي يا سلام كنت مختار شاعر ثاني وقال ابو محمد مسي عليه بالخير راشد من جعيذن الاديب والشاعر كنت حطوني مع شاعر ثاني قام هو واختار من عنده يوم انت لو جاني قال صياف الله يغفر له كان جاسم جنبي بري مهل الرجال ذا قال ترى كنت ابو عواد الحين انت صياف التفت على ابو عواد الحين بيروح يعلن على الميكروفون الحين والجماهير من اول مهل جماهير الكوره ما هي مهل الحين صياف وشو صياف الحرب وانا التفت عليه قلت ابو عواد عندك قلت عندك يا ابو عواد بيبدا لانهم بدا هو زين لكن بديت انا مشكله بس ما خفت يا ابو سحمه والله جاء عندي ما ترد مشيت وانا مضيعين عصاي على مجال لا قلت عندك يا ابو عواد قال عندك انت تفضل يبغى يشوف ما عرفني هو اول مره يشوفني ورع عمري في العشرينات اكلي عمري ما هو رجوده اي وانا قمت طال عمرك المقرهم والله يا الربع عاد راحت الامور عنهم راحوا ولا من حقهم الدنيا هذا حالها اني معطي الصف هذا البيت الشطر الاول وانا ما ادري وش بعطي الصف الشطر الثاني للصف ذاك مرتبك ربكه ومفاجاه يعني صياد ومفاجاه جتني فقلت يا سلام يا سلام العرف في حله يا سلام والمعارف تناسب لي وناسبها والمعارف تناسب لي وناسبها يا ابن عواد شف درب السنة عدله والليالي تعلمنا تجاربها والليالي تعلمنا تجاربها وش قال صياد؟ قال مرحبا لو يسري ليلنا كله مع رجال انت بتفت الشواربها مع رجال انت بتفت الشواربها اسمع الثاني الاختبار بيجيك اللي اعظم من هذا ايه اكثر الناس شمسه طولت ظله طيب دفوك شوف رمز المحاورة ماري ما ادري شوية وش يعقبها ماري ما ادري شوية وش يعقبها قلت
الزمان ما صفى لك وانت صاف له والرساله كتبها غير كاتبها. واضح حط على شيء مو بالهيبه. أكثر الناس ما يخفاك طبع الله يلبس الغترة الحمراء ويقلبها يلبس الغترة الحمراء ويقلبها. بداويك صياب بداويك العلم الحين. قال من يابى الجم وسط البير ينزل قبل ما يزعل العالم ويغضبها سيف أبو زيد الأبيض وش تعمل نوخ الفاطر ونزل مناكبها نوخ الفاطر ونزل مناكبها. قصده هو سيف قصده هو نفسه. أنا يا صياح أنا نوخت العرض استعمل لنا قلت لا سار الليل جار الذيب صوت الله يا سلام والمدينة تنبى نعرف مراقبها وسيف أبو زيد يبقى في جفير الله لين يلقى اليدين العوج يضربها لين يلقى اليدين العوج يضربها. كان في حياة فهد المحيشير وحياة الزلامي وبن جلشان جالسين على الطريق يمرهم راشد يبينه يطرق وهم يطيحون موقت ربع ساعه المحاور ايه؟ ويطيحوا قال اصبر اصبر خلينا نشوف الوعده هذا قام جاري الوعده من ايش عنده ذا ايه؟ قال هو الله يغفر له نسيت المحاوره باقيها طويله لكن يقول البيت اللي هو النهايه لي ايش يقول انت ظنك ولد ما تعرف الذله ايه؟ ما رسى ولف مع اصحابك وخاطبها يعني مشي مشي بس مشي معنا في المحاوره الله يغفر له ولك الله قولوا يا الله أني يرحم صياف ويرحم جميع أمات من أموات المسلمين صياف عملاق من عمالقة الشعر من الشعراء الأديبين في المحاور ومؤدب نعم ما يخطي على أحد ولا يسب أحد نعم صح لسانك وعت لشانك ما تعطينا الهدف في الأول اختبارات اثنين لي سوالي اختبار الأول الأول لا لا خلوا الأهداف في بطون الشعار يا حمد نحلها الجمهور احنا في حلقة وخل الجمهور يحلل لا لا وكل يحلل على تحليل لا ترى هذه غريبة يعني رمزيات عنها بس أنا حللتها أن سيف أبو زيد أنا يا صياح هذا صحيح أنا اللي نوخت الريق صحيح هذا صحيح بس الأول الأول شنو؟ ترى الناس شمسة طول الظلة مرمدي شوية وش يعقب الشمسة يمكن قصد الإعلام واللي دفوق قالوا مش الواسطة اللي جابت الواسطة اللي جابت الواسطة الواسطة طيب لا تزعلون علينا أهل الفصيح أهل الكلام الجميل أهل اللغة وأهل المبتدأ وأهل الخبر وأهل العلوم الغانمة كلها نبغى نسمع منه أبشر بخير أبشر بخير ساعدني على العربية بدي أكتب فيه ما أكتب ليش يا أبو علاء لبيه لبيت حاج إن شاء الله زي ما قال أبو عبد الله يعني أهل اللغة ليش دائما إذا بنصف شخص بشيء نقول راح في خبر كان ما معنى هذه أكيد لا شو المقصود فيها أكيد لها أكيد لها قصة يعني هذه ما أذكرها والله بالضبط لكن أكيد لها قصة والخبر في اللغة العربية يمكن خبر كان يعني ماضي لا خبر كان هو طبعا خبر لكن إيش معنى خبر كان فقط ما أدري يمكن لها فعلا كل مثل له قصة كان شيء ماضي يعني كان راح بالماضي الانتهى يعني وانتهى عموما احنا احبه في شهر رمضان الشهر الحقيقه الذي ياتي سريع سبحان الله العظيم ويروح سريع نعم اي نعم فخاصه ليل رمضان حقيقه الذي كما تعرفون فيه ليله القدر ولذلك عندما سئل ايهما افضل ليالي يعني العشر الاواخر من شهر رمضان ام العشر الاواخر من شهر ذي الحجه ذي الحجه فقالوا أن الليالي في شهر رمضان هي الأفضل وأن النهار في شهر في عشرة الحجة هو الأفضل نعم. ليش الليالي أفضل؟ لأن فيها ليلة القدر أي. فأنا أقول أيا رمضان النور ليلك رائع كلام وقلب الذي يرجو رضا الله خاشع يا سلام يبيت أولو التقوى قياما وسجدا وكل لدرب وكل لرب الكون بالذل راكع يا الله أصاخوا لآيات الهدى في سكينة ومن خشية الرحمن تا
تهمي المدامع. يا سلام. تغض ركاب السير أيام بهجة تحن إليها في الشهور المطالع، وتمضي سريعا والموفق يرتقي بها في جنان الخلد والبطن جائع. الله الله. صيام إلى الريان يفطر عنده من الكوثر الغالي، وتسقى الطلائع أمان بيوم فيه شاب وليده، تزلزل فيه العالمين الفظائع. نعم سلام. إلى جنة الفردوس تمضي جموعهم، وخير الورى اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم، وخير الورى بدر على الأفق طالع، هو القائد الهادي وبدر سمائنا، وقد عاش عن توحيد ربي يصارع، محمد هادينا إلى دين ربنا، محمد في يوم التغابن شافع. اللهم صل وسلم عليه. به أخرج الله العباد من الأسى، وعاش لأمجاد البرية صانع، بدين به نحيا وللمجد نرتقي، قد اندرجت فيما حواه الشرائع، أيا رمضان النور يا كنزنا الذي تضج بذكر الله فيك الجوامع. أخي أيها الغالي هنيئا لك الذي ظفرت من الفضل الذي هو نافع، فعش في رحاب النور تتلوه خاشعا، تطيب به نفس وتسمو المسامع، وخذ عمرة في شهرك الرائع الذي به فرصة لا تلهينك الذرائع، وبادر بعزم واعتكف ثلثه الذي حوى ليلة فيها سنى النور ساطع، فمن قامها يرجو الثواب مثابرا، ففضل إله الكون للعبد واسع، وليس كمن قد أشغلته توافه وأمسى وكنز الأجر في اللهو ضائع، ومن كان محروما من الفضل سادرا وقد بات في ليل الغنائم هاجع، فيا رب بلغنا لنحظى بفضلها رجاء، وربي مستجيب وسامع، أيا رمضان النور والخير والهدى رحيلك عنا أججته المواجع، سنستودع الرحمن شهرا من السنة وتطوى على نار الفراق الأضالع، أعده إلينا مرة بعد مرة لتسعد أرواح وتسقى المرابع، ويسر لنا في الكون كل عسيرة، فكل الذي في الكون لله خاضع. الله يبيض وجهك ما شاء الله يا ابو علي، الله يجزاك احسنت وابدعت وخطبه ونصيحه وارشاد، والله الحقيقه يا اخواني الله المستعان. الليله فعلا ذكرتني ابو علاء، الليله نودع العشر الاوائل من رمضان يا اخواني، يا اخواني الثلث مضى والثلث كثير يا اخواني، كنا نقول من اول حلقه انتبهوا رمضان قصير لا يحتمل التقصير، صحيح، والدليل على ذلك أياما معدودات، الله المستعان يا إخواني. الآن مضى 10 ليالي، الباقي الله أعلم 20 أو 19، العلم عند الله تعالى يا إخواني. من كان على خير في هذه العشر فليستمر وليواصل وليبقى على ما هو عليه من خير، ومن قصر في العشر فما زال الوقت معه والميدان يتسع الجميع. تزودوا الحين، لو يجيني رجال يقول يا مبارك أنا أبغاك أنت وأخوياك تسافرون معنا بكرة، وترانا بنروح مكان بعيد 1000 كيلو ولا ومقطعه، خذوا ذهابكم، كل منا العاقل منا بيقوم طول الليل يتزهب، اللي ياخذ ملابسه واللي ياخذ الهماء واللي ياخذ القهوه واللي كل واحد ياخذ اهتماماته اللي حاجات اللي يحتاجها. لو لقينا واحد منهم مشينا في الخط هم جاء قلنا وين مذهبك يا فلان، وين عزبتك؟ قال والله ما خذيت مذهب ولا خذيت عزبه، حولناه في الخط، يمكن تكمل فيه مرتين ثلاث مرات نقول له ما تاخذ معنا. ايش رايكم في اللي راحل الى الدنيا الباقيه، راحل إلى الحياة الباقية، راحل إلى ويعلم أننا كلنا راحلون ولسنا مقيمون في هذه الدنيا يا إخواني. تزودوا فإن خير الزاد التقوى يا إخواني، أنتم في ميدان فتح الله لكم جميع أبواب الخير، ويضاعف لمن يشاء، يضاعف الحسنة بعشر مثالها وأضعاف كثيرة، وهو وقفل بيبان الجنان النيران، وفتح بيبان الجنان لنا، وصفت الشياطين ومردتها عنا، وعيشنا هذا الجو ما بين الصيام ما بين الإفطار، وهذه الفرحة بالإفطار وبين هذه الليالي الجميلة، وأجزل لنا العطاء له في كل ليلة اعتقاء من النار، وفي آخر ليلة من رمضان يعتق مثل ما اعتق في رمضان. يا إخواني تكفون، احضروا مع الناس في المساجد، احضروا في التراويح، احضروا في الفروض، احضروا في الدروس، احضروا خلف الشاشات في الذكر،
لا اللي شاف الواحد الذكر والعلم الغانم يقول براسه كذا لعله يشمل نفحه من نفحات الرحمن اللي تشمل الناس. الله يجعلني وياكم ومن يسمع من اللي يسمعون الكلام ويتبعون احسنه ويثابرون، ويجعلنا وياكم ان شاء الله من اللي قبل منهم الله ما مضى ومن اعانهم تعالى على ما بقي. الله يوفقنا وياكم لطاعته. وش تقول يا ابو صالح؟ والله يا اخواني قدم تلقى تلقى سبحان الله، مثل ما قال ابو نايف ما شاء الله تبارك الله، اذا قدمت خير فانت يرجي لك خير، اما انك تضيع نفسك واشل تراها اللي يقول المجالس مدارس صحيح. ترهم يضيعون الانسان. وبعدين لما هذا قال والله فلان يصلي، قال يا ابن الحلال ايه دوره التوبه، والله تسلم لامك اللي ابوها ان هذا انه ما يسلم ولا يعرف شيء ولا صدق. اعوذ بالله تثبيط هذا، وبعدين قنوت يقنط الانسان من رحمه الحي القيوم بحيث ان اسبابه وامراضه كثيره. شوف لكن الرجوع الى الله، انا يذكرني قصه يا اخواني حضرها واحد اسلم يعلمنا بها، يقول من حد قرى القصيم كان بالزمان السابق اظن على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله، اللي كنا الحمد لله بهذه الارزاق وهذا الخير ما يغيب نجم اللي يجي نجم الحمد لله بارك الله خير الحمد نعمة لله ومن ومان وسلام وخير وسعادة الحمد لله. فما لك عذر حالحين أمن ومان وخير وكل شيء وكلش متوفر. يقول هذا الرجل يقول صلى أنا مسجد قديم، يقول يحفرون الخلوة، يقول يحفرون الخلوة يخلونها بدال وقت شو اسمه وقت البرد، يقول المدخلها ضيق وهي طامنها شوي السقف، ويدخلون ويلقون الدفاء. ما كان الناس عندهم لا فري ولا عندهم ملابس قوية ولا، يقول ما عندهم شيء. يقول المساجد والبيوت كلها من الطين، كلها من الطين ما في لا حجر ولا سميت ولا شيء. يقول هذا له القرية، يقول أول محفر والخلوة، يقول يطمونها، يقول من الخشب خشب الأثل، يقول والجريد، يقول يجودونه ويبنون على المست الثاني فوق منه، يقول يصلون في رمضان يعني مثل الأوقات هذه عليهم بريد شوي أو أكثر من هذا البرد. يقول يدخلون على طول مع الباب باب واحد، ولما منهم دخلوا يقول بس ريجن يولع الإمام يوم يقرأ عليه ويوم يقرأ القرآن ويوم يحدث كأنه باخر رمضان. يقول دخلنا وصلينا، والله يا أخواني إني ما أدري الظاهر إنه القيامة الأخير، يقول الصلاة الأخيرة. يقول حضرنا، يقول ونصلي، يقول وصلينا، يقول ويفصل الإمام يفصل بين التهجد. يقول لو والله مدخل عنها كل واحد استغفر الله العظيم، لا أثرها أثرها قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر يقول هم صلوا القيام. يقول الظاهر إنها الفجر يا إخواني، يقول صلوا القيام وعينوا خير وافلحوا. يقول له والله يوم صلوا الفجر، يقول له والله مدخل عليهم كل واحد مع الباب الضيق، قال اطلعوا اطلعوا يا الربع صلوا على الجنازة برا بالحوش. يقول قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام يلا توكل على الله اطلعوا نبي نصلي على هذه الجنازة قدام منهم أهلها يشيلونها. يقول نطلع كلبونا، يقول بالحوش، يقول صلينا الفجر عقب التراويح وعقب الخير وعقب التهجد. المسلمين تراهم يطلبون خير ويطلبون سعادة والرجوع لله سبحانه وتعالى، لكن الناس ما زالوا في قديم الزمان والآن فيهم خير بإذن الله. يقول اطلعوا برا، يقول دوروا جنازة ما فيها جنازة ولا فيها أحد ولا فيه إيه بالله. يقول قام المطوع تلفت يا الربع وين الجنازة، قالوا يمكن تجي حاله يمكن تجي. شوفوا واحد يدخل داخل شوف بقي أحد من الشيبان ولا، علشان نبي نصلي ونبي نتوكل على الله. يقول أخذوا شوي، يقول ينتظرون، قالوا كل يقول للشيخ يا كل الجماعة اللي داخل كلهم طلعوا برا، قال ننتظر الجنازة. يقول والله أخذوا لهم فترة قصيرة تقول خمس دقائق، يقول له والله المسجد يقول يوم هرجف طاح طاح لا يقول إله. لا إله إلا الله، يقول الأمر يا أخواني إلهي ما في شك. فما يدرون هذا الرجل اللي دخل عليهم، يقولون شافوه يوم أنه واقع عليهم بس بظلام الليل بآخر الفجر، يقولوا وقال اطلعوا صلوا على الجنازة برا، طلعهم الله سبحانه وتعالى من هذا القبو وعليهم مطر، وقال ان المطر هذا ان خلخل الطين وكل شيء، اثر المسجد متولم. والله سبحانه وتعالى يعني الاجال كل واحد على راس اجله. يقول طلعوا، يقول له والله يوم ارجف المسجد، يقول يوم ارجف، يقول له والله ما غير غبرته يا الرب امسعوا داخل. قال يا ابن فلان
بيه في احد ولا؟ قال والله ما فيه ولا واحد، كل ابوه طلع وقال لا اله الا الله. يا هذا ملك من السماء ولا قد يكون مسلم مر وحصل المسجد تقضقض وقال اطلعوا علشان الجنازه حريصين على الخير. لو انه قال مثلا اطلعوا ولا شيء يعني، لكن الجنازه يقول صلوا عليها قدامنا. لو لو قال السقف طاع عليكم لفروا ما استخدم العباره. المهم سبحان الله العظيم، يقول فكهم الله سبحان الله العظيم من هذا الرجل دخل عليه، ما ادري هو ملك ولا جان ولا من الانس سبحان الله. قالوا اخذوا شوي، قال له والله يوم اهل القريه قال انطبقوا عليهم، ها في احد؟ قال ابشركم ما في احد. جانا واحد واقع علينا وقال اطلعوا للجنازة صلوا عليها قدام انها تروح، وطلعنا كل ابونا ولا فيه ولا واحد علي. منبه الله المستعان. يقول الحمد لله الانسان كل واحد على راس مثل اليوم، فالانسان لا يقنط من رحمه الله. لا لا يقنط، لا القنوط هذه يا اخواني تراها امر خطير. والصلاح افضل لاهلها، هذول حفظهم الله بصلاتهم سبحان الله العظيم. نعم وافلحوا وسلمت الجميع يا اخوان. سلمت الله لا يهينك. عندك تعليق ابو علي تفضل. تعليق ولا اجيب بيتين؟ هات بيتين تعليق. ما ادري عاد يا ابو علي اعطناها كلها يا ابو علي الله ينفعك. لا صدق صدق لان هذه الله ينفعنا وياك. انا للحين الا الله ينفعك. يقول اجيب بيتين. الله ينفعك انت. امين امين. الله ينفعك. يا الله اني طالب الرب السماء عالم ما في السراير والنوى، مخرج النبتات في عود الخوى، خالق الانسان من صلصال طين. يا سلام. وين غادي الذي ما تطلبه؟ كل شيء قد حصاه يكتبه، حافظ على الصوم وصلاة تبين، زد صلاتك بالشهادة والزكاة، وزر محمد تكسب أجره مع رضاه، واطلب من الله رب العالمين. السلام. أنت تدري الذي بدربك مشيت، وش لقيت اليوم وش اللي جنيت، إن بقيت اليوم بكرة ما بقيت، ما نفع مالك وحرثك والبنين. صدق نسمع أنت تدري الذي بدربك مشيت، وش لقيت اليوم وش اللي جنيت، إن بقيت اليوم بكرة ما بقيت، ما نفع مالك وحرثك والبنين. انظر الدنيا تفرق ما جمع، فامنع الطمع من بعض الطمع. نسمع بقارون ما له ما نفع، قد خذاها الله خير الوارثين. مكسب الانسان باع في ذراع، والقماش اثنين والثالث اقناع، وثم يلقى الناس من جنبه صراع، ناس لليسرى وناس لليمين. فانت تدري الذي بدربك مشيت، وش لقيت اليوم وش اللي جنيت، ان بقيت اليوم بكره ما بقيت، ما نفع مالك وحرثك والبنين. فابن ادم مثل طلاب العلوم، من جمع درسه في علمه في قدوم، ينتهي بشهاده تقضي اللزوم، وبالمكاسب كان خير الناجحين، ما حد يسبقه في مرتبته، مكسبه جيد وزاده خدمته، وانت قاعد راتبه في حسبته يخدمه ماله. وذريا صالحين، والذي كسلان في مدرسته، ما تعلى دائما في نكبته، طالت الدنيا وهو في غفلته، وانت عامه من الخاسرين. ما لقى شهادات يتلو سلبها، عيشته نكده وغاون دربها، يحسب ان غانم بكسبها، باين الخسران بوجه الحزين. فوالديك وصابهم مربي اليك، وكد المختار واجبهم عليك، قال طيع الله وارحم والديك، رحمك رب السماء في كل حين. اخفض الذلات من جال اللجال، واكسب المرضات، ولا تشرب مال، لا تكون زلاتهم مثل الجبال، لا تطيع ابليس فابليس اللعين. من مشى بدربه يوديه الهلاك، ومشيت بدرب حق ما غواك، وانعدلت الحق ملزوم وبغاك، يرشد الغاوين درب الهالكين. يا سلام. لا تطيع اللي بعيد بالقريب، القريب اولى، ولو علم صعيب، لو حصل لك مشكله لازم يجيب، اشتراك وباع كل البايعين. قالوا الاولى بالاولى بمعروف، لو يكون الخلق جالك في صفوف، بقلبك رحمه لازم تروف، تمنع المظلوم كيد الظالمين. يا سلام. قلتها للناس دام انهم فهيم، بان مولاها هو الرب الكريم، مكتفى باللي قويين، واليتيم هذه الدنيا طريق العابرين. نطلب من الله يزين حالنا. امين. ويجعل الايمان مبلغ علمه. امين. لا تكون الدنيا اكبر همنا، وان يجنبنا واياكم طريق الجاهلين. امين يا رب. ما شاء الله تبارك الله. كم بيت؟ انا ضحكت قبيل. مخرجنا محمود ما شاء الله طبعا هو يتحكم بالكاميرات وكل واحد ومشاركته، فانت قلت بيتين فحط الكاميرا، بعد ما مشيت قال دي مش بيتين دي 200. هو 200 ما هي بيتين، هذه 200. الله ينفعك يا محمود. اذا قال الشعار في مجلس الاكارم بيتين، اعرف انها 120 بيت. واذا قالوا ميتك يا محمود خذ هذه قاعده، واذا قالوا ميتك حذفت عصا، وين بتروح؟ قال حذفت عصا يعني 20 كيلو. لا واسمع يا محمود يا مخرجنا الحبيب،
الهدف انه الان انا يمكن قد قلتها مره ولا مرتين والله ما ادري، لكن جاء الواجب الحين في شهر صوم وفي عباده. جزاك الله خير. ونقول قصيده وافيه ما فيها كلام. الله يرضى عليك. وانت وافي يا ابو علي. وانت يا محمود تراك جمل شل الحمول كلها ما عليك. الله يبيض وجهك. يقول ابو علي حبيبي، يقول ابو علي حبيبي. الله يرضى عليك. عشان المشعار ابو علي حبيبي، حبيبنا كلنا. الله ينفع. لا تقعد يا اخي، خذ عندك والله ما اجي اجي. خلوه يقعد عندك عشان لا يقول انه شيء كبير. الله يرضى عليك. ابو حسان. نعم. انت بعد الفطور ما سمعنا منك شيء. تبي اسمع منه بعدين. عطنا قصه مشاركه اللي تبغى يا ابو حسان. توجيه. انا مثل ما قال القاعده اللي قلت المهيد بزمان، سالني ليش ما اتكلم في بعض المجالس وكذا، فقلت والله انا اذا شفت رجال افضل منك منطق. ما عليك زود يا ابو حسان. ما عليك زود. فقال الا 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 قاعده الشافعي. اللي هي اذا قلت في طلعه ليس من المروءة الأدب في البستان. في البستان. إذا قلت طالع لا تصير كأنك رسمي. لا أحذب بالغترة والعب رياضة. هذه نفتحهم. هذه زينة. وبسطهم مستانس معهم. طيب ودك تعطينا مشاركة ولا لا؟ أنت ما فيك حيلة. مش عام ما ينفع. ودك تعطينا، حنا وقلنا يا أبو حسان ونبدأ الحين، ودك تعطينا مشاركة ولا لا؟ إحنا حقيقة. إحنا حقيقة إن أجمل ما يستمع له يعني الكارم الجمهور الكريم. أسلم. بسطهم ترى. يا سلام. الناس الوعظ اللهم لك الحمد، الحمد كلنا بشرك متذكر. صدق. فاحنا ترى نكثر من الوعظ. وابن مسعود في حديث ابن مسعود يقول كلمه لابن مسعود يقول كان يتخوننا بالموعظه. ترى وعظك الواجد لزوجته ولامك وعوالك وزملائك تراك يكرهونك تمللهم ساعه وساعه. اي ابسطوا يعني الان نبغى مثل القصائد الجميلة المتنوعة الجميلة فكها. أما بالنسبة للمشاركة اللي عندي أنت حقيقة فاجأتني، لكن ما كنت أتوقع أنا أن في هذا العصر ناس يقرؤون القرآن كامل يوميا. لا الله واجي أبحث إلى والله أني متأخر عن الناس، الناس سابقين في كل مكان وإلى حن. يعني أختم في يوم يعني. واجي يوم من الأيام ميلاني في سوداني. اي والله نعم واكرب السودان. السوداني هذا في وجهه نور لا يغرك يعني كم من احمر ما فيه نور مظل من وجهه. صدق. قلت يا اخي انت شكلك تحافظ كتاب الله. قال لي والله الحمد لله. قلت واضح الله يقول سيماهم في وجوههم سمت. ابن كثير يقصد السمت، لذلك تجد الصادق مع الله عز وجل له سمت تحبه الناس. لا اله الا الله. قلت يا اخي ايوه كلام ابن كثير. الله اكبر. ما هو بعضهم اذا شاف واحد مع لحيه ولا كذا قال والله بسيماهم في وجوههم عشان معه لحيه. لا ليش هذا السمت؟ كمل لحيه ام غبراء. السمت قال ابن كثير ان السمت انه اللي يسميه الان رزانه. يا والي الله ينفعك. يا ميمالي هذا ما بيعيله. ترى انا خذينا مش عابه يعني يقولوا ميد اللي تبغون. انه والله صادق والله من لحيه الغبراء. الله ينفعكم من الشيطان يمنع. ابو حسان اللي احلى من السالفه الدعوه. حسنا. المهم قلت يا اخي علمني انت عندك خبيئه واضح في وجهك. ايش تعمل؟ قال احفر قبل يمكن سنين عديده. احفر ابا. قلت كم تشتغل في قلت يا اخي انت حافظ القران؟ قال لي والله لا. والله انه انت تحلف اني اسبه يوم اساله. اللي الناس اللي عندهم علاقه حلوه مع الله ما يبغاك لك شيء تكشف الله الله انه بيروح الحاله واجد في القبور بيبطي الله فما يبغى احد يدري عن علمه. الله اكبر. يبغى توه تنفع اذا في الحال العربي. يا بيني وبين ربنا اذا في الحال العربي والله فيدنق ويخجل كانه يقول الله يهدي ذا الملقوف وش عليك مني؟ كانه يقول كان. قلت بكم حافظ القران؟ بشرني يا قال باربع قراءات. قلت أنت تقرأ في رمضان تقرأ يوميا؟ قال الحمد لله. قلت كم تأخذ ساعة؟ قال ثمان ساعات. لا إله إلا الله. قلت تذكرت قول الله ولقد يسرنا. يا أخي فيه ناس والله ما تعدى أربع أجزاء إلى الآن. بس صدق. كيف يمديه يا أخي؟ ناس كثير. الله يقول ولقد يسرنا والله وأقعد إلاني في مصري واحد. متى يمديه يتمعن في القرآن ويقرأه؟ وأجي إلاني في مصري وإلى ذاك الوجه. قلت يا أخي أنت تقرأ يوميا؟ قال لي والله الحمد لله. كاني أحدث عن قالي والله كل يوم أقرأ. وأجي أحصل واحد في قريتي لكنه ما أذن لي ولا يجوز لأني أعلم باسمه. والله إني علمت. وإلى والله إنه يقرأ يوميا. ما شاء الله القرآن كامل. القرآن كامل. ما شاء الله تبارك. وش يقول لذلك سبحان الله. الله يقول ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. إذا جيت والقرآن
فيه شيء من عندك هنا ما يقبله قلبك، لأنه يروح قلبك. اللسان مغناف ليش؟ القلوب. إذا قلبك فيه ظلمة والله ما يدخله النور إلا بقوة. صدق بقوة، يبغى لك قوة، خذ كتابة بقوة. فهنيئا لمن هذا الشهر الكريم اللي راح، والله قد قال ربي أيام معدودات، الحين ما عادوا أيام معدودة، قد وساعاتك معدودة. الله المستعان. وشوية عيدكم مبارك. أسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره. آمين يا رب. أنا قلت لكم بين لا يكثر الواحد الوعظ، إذا أختم بنكتة لأمي الله يرفع قدرها. آمين. آمين. ويرزقنا برها. آمين. زارها أبويا علشان واحد، ممكن واحد مستمع الآن قال يا أخي أنت تقول تكثر الوعظ وأنت وعظتنا لا. تفاجأت لأني أنا في ذا المجلس رأيت أن في قامات ماني أقدر أتكلم معهم. هذا من تواضع كرجال ولا مغر قسمك وافي ولو ما يأسس اسمع ايش يا ابو حسان يقول الله ينفع. امين يا ابو حسان اسمع يا ابو حسان الشمارين ذلا يسوونها فينا، هي ظاهرها دعوه لكنهم عندهم اللي يشوون عليه يقول صح يقول الله ينفع والله والله يسووها فينا ترى، لكن احنا بناخذها على نيات انها دعوه. الله ينفع وينفعكم، قولوا امين. الله ينفع برنامج الكارم كل ابوه. امين سم كلام الجميل. الان من اللي يعلم النوايا؟ الله. اذا لا تدخلوا في النوايا بس اكمل يا ابو اللي تسمعون. ابو مسهر ما ودي احطها في ذمتك انك تشهد ان ذمه حمدان نظيفه معنا. انا ايش انا اضيف عليها ابو عبد الله الدعوه فيها فيها الدعوه ايه فيها فيها اقول اضيف على الدعوه انا. خلوا اختم الله اول شيء امي اختم بامي اسلم نصرة بنت سعد بن حرب. الحين ابو علاء اذا تكلمت بالذات يا ابو سعيد فيه سر. ابو علاء اذا تكلمت انت لازم يقاطع يطلب المشاركة. ليه؟ انا ما ادري ايش السر في السر من عصرته. ابو علاء يعرف ابو علاء يعرف انه افضل مني لازم يقاطع. لا استغفر الله. الله اكبر حرجك يا اخي. لا والله بالعكس انه تواضع ونعم بكم. الشاهد امي زارها الوالد في المستشفى رحمه الله الله يرحمه يطول عمرها. فذاك الايام ايام الممرضات الاجانب ايه شافوا هذا الرجل عندها وكذا قالوا لأمي من هذا؟ قالت هذا المدام حقي. تقول هي تقولها تعرف الوالد المدام إيه؟ هذا المدام حقي. ما تعرف هي انجليزي يعني ما تدري لا اي نعم إيه؟ تقصد انها زوجته يعني هي تقصد. الله ينفعكم. الله ينفعنا كل ابونا. كيف هذا المدام الله يطول عمره. هي اسال الله ان يرزقنا بالرزق. امين يا رب. امين. يعني قويه شخصيه. ايوه اذا كانت الام الزوجه قويه شخصيه صالح البيت. صدق. وش معنى قويه شخصيه؟ احيانا يقولون بعض الناس الشور تحت الظفيره فلان تحدى له الظهر هي المره. ايوه تحدى له الظهر انها داهيه. هذه قائدة وهو ما يسوى عمل أذنه. لا لا هو جيد لكنه يخليه لها ليه يخليه المهم. طيب الله ينفع. أيوة فكانت الوالدة قوية. أيوة الوالدة قوية شخصية قوية ما يعني حقيقة. الله يطول عمره ويرزقكم برها. الله يرزقنا برها. آمين يا رب. مرة قلت هالمطيري واحد يقتدي يقول لي اسمه عبد اللطيف المطيري قال ايش اسم والدته؟ قلت اسمها نصرة بنت سعد. قال والله أنا أسمي بنتي نصرة. يا سلام ما شاء الله اني مسيك بالخير يا والدتي. هي تتابعنا تتابعنا. اي والله يا عمه نصره اسال الله اني مسيت بالخير وان يقبل من الصيام والقيام وجميع الحسنات ويصلح لك ان شاء الله ذريت وعيالك. حنا شفنا بعض عيالك ونقول هنيئا لك بهذا الاولاد، هنيئا لك بسعيد واخوانه. اسال الله انه يجعلك من الموفقين في الدنيا والاخره. امين يا رب. وانه يسعد سعيد كما اسعدنا. امين. وانه يسعد ام سعيد نصره. وحي والله ذا العين يا نصره، اصلا لو ما انت بقويه ما قدرت في سعيد وابوه. الله يبيض وجهك. الله يرحمه الله يرحمه. الله يطول عمره. عطنا كلمتين لامك يا سعيد. اسال الله ان الله يرزقنا بره. حقيقه يعجبني فيها اهتمامها بالارحام. الله يطول. صله الارحام. صله الرحم. يا سلام. فكانت من يوم اجي من السفر انا واخواني ما نقعد شويه يلا روحوا لخالكم روحوا سلموا خالكم اذا مرض ولا جاه اي وعكه روحوا قلنا في اباه وقالت لا لازم تروحون تسلمون على خالكم. فوالله والله ما علمتها في حياتي توصيني بخالي الا خير. اخوي الكبير من ام ثانيه. وهذا دليل. اخوي الكبير من ام ثانيه من يوم يجي من سفر رحت لاخوك قلت لا والله ما قعدت روح. الله يطول عمرها. فربت فينا ان نحب اخونا ونحب خالنا بعض الامهات لا ترى تغرس فتن وما تدري انها تجيها في قبرها.
فاسال الله ان الله يرضى عليك وعلى والديك وعلى امي والاخوه جزاهم الله خير تبرعوا لكم سهم في تستاهل تستاهل عم ترى نصره تستاهل سهم في وقف الرحماء اثنين تستاهل الله يكرمك وهي تستاهل والله تستاهل العلم الغانم ام سعيد وهذا طال عمرك فعل فعل النساء اللي فيهم دين وفيهم شيمه هذولها فعلهم والله اني اذكر امي الله يمد في حياتها كان بين ابوي واحدة عماني خلاف كانوا متزعلين مره والله انا كانت تودينا تقول روحوا حتى لو ابوك زعلان تراهم بيترضوا روحوا سلموا على عمكم والله انها يوم من الايام قد ضربها ابوي عند واحد من اخواني لان يقول لا يروحوا لفلان وراح قالت روح لعمك ما دام دعاك روح لعمك وطعه وانه ضرب امي بسبب هذا السبب الله يعفو عنه وعنها وانها كانت مثل ما قلت ذكرت انت يوم قلت انها كانت تحثنا تقول روحوا لعمانكم روحوا لجدانكم روحوا لجداتكم روحوا لخوالكم لا اوصلوا لا تقاطعوا للناس يشهد الله ان من يوم يجد نفس الكلام هذا وهذا دليل ان المراه مدرسه اذا عددتها عددت شعب طيب العراقي وما ذكرني برضه قصه لي انا يمكن فيها طرفه وفيها ما ادري يا اخوان لكن والله العظيم ان هذه حصلت علي انا طرهم يقول سوداني في وجه نور والله اني ماخذ لي اني حاج ومعي احدى الزملاء من كبار الدعاه في جده اخوي الشيخ محمد بن سالم الزهراني معروف ابو خالد ورئيس مندوبيه الدعوه للارشاد في جنوب جده ولينا نطوف في الحرم وسولف انا وياه وفي الحج وكذا ونطلب الله وكذا وكان عندي موضوع يعني ذيك السنه مشغلني مره مشغلني الموضوع هذا مره يعني اكثر شيء هو مشغلني الموضوع هذا كنت اقول لهم وانا وياه نطوف في الصحن اشهد الله يا اخواني ذكرتها يوم قال ابو حسان هم اللي فيه ذاك الشخص الله اعلم انه سوداني يا سوداني يا 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 تشادي المهم انه من افريقيا العرب الصومال لا لا ما هو صومالي شكلهم اظن ما لا يا سوداني جرمه وبنيته يا سوداني يا تشادي هم لي الرجل حنا نطوف والرجل هذا من يوم دخلنا الطواف يطوف معنا يا اخواني لكن والله والله يا اخواني انك تقول يصب على وجه الرجال ذا ماء من كثر دموعه ما شاء الله والله يا صوت صدره يم يبكي وهو يطوف يا اخواني نسمعه مسافه مترين يم يجر الصوت وهو يبكي وهو ينادي الله ليه قالت شوف الله لا رادك بنجاه ليه قالت خوي الزهراني روح الرجال ذا علم الموضوع خليه يدعي لك اي والله يا اخواني يشهد الله ما شاء الله انا قلت كيف اروح معرفه في الطواف في الطواف حتى عباده ترضى انك تدعي عييت اول مره يم جاء ثاني مره سكت يوم خذيت نص الطواف هم لينا مارين عليه حنا تعرف كان عجل منه وهو دموعه تحسب الرجل ذا يهرج دموعه ويمشي والرجل ما كانه معنا الرجل كانه يمشي على الهواء من كثر ما هو خاش مستشعر الجو الروحاني اللي هو فيه ومن كثر البكاء والحزن وانا اجي لعند كتفه خاطب الحي القيوم قلت قبل الله منك يا حاج وانا امشي من جنبه ما عين فيه ادعي استمتم ويبكي تقبل الله منك يا حاج يا عم جثاثة قال منا ومنك دريت انا ابغى اتاكد اني اعرف عربي قلت تكفى يا شيخ ابغاك تدعي لي ان الله كذا كذا يسر امري الموضوع اللي انا ابغاه سكت الاول هي جت ثانيه قلت تكفى يا شيخ وفي ملك يقول لك مثل ذلك يوم قلت مد يجي قال اللهم اعطيه سؤاله اللهم اعطيه سؤاله اللهم اعطيه سؤاله ثلاث مرات ويروح من عندي اقسم بالذي جمعني وجمعكم من غير ميعاد وذكرني بسالفة ابو حسان يا هذا الموضوع اللي دعالي اني ما طلعت من مكه ولا وصلت جده الا قد انتهى لا اله الا الله, الله واني ما اعرف هذا السوداني ولا ادري منين هو وتحسفت وكلني كلتني كبدي والدنيا عودت طلبته بجميع ما عندي من طلبات والله راضي بدليل ان الرجل ان شاء الله انه من مقبولين الدعاء ترى هم تقول النور اسال الله اني ينول لنا ولكم بصائرنا خلنا نشوف على بيز علينا حساب اي الحساب حساب الجمعيه نعم حساب الجمعيه يا اخواني شفت الباركود هذا اللي على الشاشه يقدر الواحد يقرب جواله وبالكاميرا يصور من يوم يصور الباركود هذا بالصوره يطلع الرابط يدخل عليه يطلع قدام المتجر يا اخواني جمعيه عروه ويتبرع او ادخلوا يا اخواني على حساباتكم سواء في الراجحي او بنك اخر واختاروا تحويل ثم اختاروا جمعيات خيرية ثم اختاروا جمعية عروة بالألف المكسورة ثم اختاروا الوقف الخيري وتبرعوا السهم 300 انت برعت بسهم لك وانت برعت الوالديك وانت برعت المن اللي حقا عليك المهم شيء ما هو بضايع وشيء تاجدونه عند الله في موقف لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وفي موقف تثقل فيه موازين وتخف فيه موازين الله يجعلنا وياكم من ثقلت موازينهم بالحسنات تفضل أبو العلاء سامحنا تعليق على ختم القرآن أسلم. ورد ما أدري حقيقة عن صحة يعني الأثر هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بعد صلاة العشاء يبدأ الوتر في
في ركعة واحدة ويختم فيها القرآن قبيل الفجر. صدق سمعت هذه؟ نعم صادق. نعم رضي الله. ولذلك يا إخوان كلما تمسكت بالقرآن كلما أضاء لك الله الدنيا كلها. نعم. مرحى لمن أخذ الكتاب بقوة فسمى على قمم الكرامة والشرف. يا سلام. هو حبل ربي من مضى مستمسكا بصراطه ما مال عنه أو انحرف ستكون جنات الخلود مقره وطريقه يمضي إلى أغلى هدف. يا سلام. حبل من الأنوار عند إلهنا طرف له وهنا بدنيانا طرف. طرف. نهر من الخيرات ليس كمثله شيء ولا وصف الحقيقة من وصف فمن البرية من من النهر استقى وسقى ومنهم من من النهر اغترف إلى آخره. الحقيقة قصيدة الله يبيض وجهه يبيض وجهه قصيدة منشدة اسمها أخلعتنا وأخلعت المشاهدين. كملت يا أبو أحمد سوى الله ما قصر يحندر في المشاهدين يحندروا ليش تحندر يا أبو أحمد؟ الله ينفع الله ينفع الله ينفع يبغى يقتضي. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلام. يا سلام يا سلام. طيب اسمعوا في رجال معنا. أنا أول ما طلعت قدام تجي الجوالات ذي والمقاطع والسناب والسوشيال ميديا زمان يمكننا عد التسجيلات الإسلامية كنا نروح لنشتري شرطانة ب10 ريال. الله مفروض أن الحين يردنا الدراهم خلاص ما عاد الشرطان ده ونسمع قصصه والنغمة صوت مميزة من يوم تسمع تعرف أن هذا منيف شوي. خلوا يعطينا قصة اليوم. ما شاء الله الله يسعدكم جميعا. واليوم قلنا مجالس مدارس صحيح أحيان ركز بس في الجلسات دائما وتاخذ ابو حسان الله يبيض وجهه من يسمع امين التقط منه الكلمات اللي ما كنت اعرفها. التوابين كان للمقصرين التوبه والمنيب والمنيب اولياء الله اولياء الله واللوابين الانبياء والله الرسل. يا اخي هالمعلومه هذه يعني فرص تلتقط معلومه قرانيه. شهر رمضان عشان نكون في هالسياق الكلام الجميل عن في هالذكر في ثلاثة مواطن لمغفرة الذنب. يا سلام. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا الله غفر ما تقدم من ذنب. صحيح. هذه واحدة. اثنين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ذنب. صحيح ما تقدم. ما تقدم من ذنب. ليلة القدر من قام إيمانا واحتسابا غفر. ثلاثة فرص. لو فاتتك واحدة فاتتك الثانية ثلاث يعني بتفوتك في شهر رمضان تفوتك الثلاث هذه. عرفته. هذه الثلاث في شهر رمضان. الشيء الثاني يوم يقول استغلوا الوقت في شهر رمضان النافلة في رمضان بأجر فريضة. يا سلام. والفريضة بأجر 70 فريضة. ما شاء الله. شوف 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 الخيرات كيف يعني الناس عم يقول اجتهدوا بالنوافل. إذا النافلة أجرها أجر فريضة والفريضة بأجر 70 فريضة في غير رمضان شوف الأجور كيف تجي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. شفت شلون بعد ما قال حجة وتركها مفتوحة قال حجة معي. شوف الفضل شوف الأجور العظيمة. هذه حقيقة بعضنا تعليق بعد قبل شوي مر علي يوم يقول بعض النساء وتعاملها ويقول هذه قالوا تسحب الرجال النساء وهذه عند جهل يعني في المجتمع أحيانا يجهلون. إذا صارت المرأة مع رجلها متفاهمة هي وياه وطيبة وتفاهمت هي ورجلها تراها تدير رجلها مثل ما تدير خاتمها اللي في يدها. الله تأخذ حقها كامل. فالناس اللي حولهم يقول أنا قامت تسحبه قامت توديه وتجيبه هذول ما عاشوا الجو اللي هم اللي الله عاشوا وياه. طيب بالله عليك إذا صارت الله موفقه وياه متفاهمين متوافقين ومعايشين عشان ناسه وطلها طلبات معينة ويوديها طلبات وشيء هذا الآخرين يقول لنا قامت تسحب إيش عنده إيش دخلك فيها وياها طاعها محبة وليس خلوك كل الناس. عندي قضية مرت علي. عندي سالفة الذيب تجيبها. عندي قضية مرت علي. رجل تزوج زوجة من خارج جماعته وذيك الأيام جماعته كلهم بادية وتعرفوا البادية فيهم القوة شوي والجلافة شوي يعني من الحياة ما هو بعيد ما هو سبه يا اخواني لكن من ظروف الحياة من الفقر ومن العسر ومن الشغل ناس من يوم يصلون الفجر هم سارحين عند حلالهم وعند مرحانهم وعند غنمهم وعند ولا يتغيب الشمس يعودون الا حالتهم حاله يبون ياكلون ذا العيشه او يرقدون والعيشه وشني اما شعير ولا برن قليل ما لحد يلقى البر بعد ولا شوي تمر ويرقدون ما بال. تزوج رجل وحده من منطقه اخرى
يعني قريب يعني ما بعيد ترى. فالمرأة هذه طريم تقول المرأة يقولها لاعب تفي ولا غاسة مخه. فالمرأة هذه جايت من بيئة متعلمة، بيئة متعلمة كيف التعامل مع الزوج، كيف حسن التبعل، كيف الكلام الطيب، كيف الكلام الزين، متعلمة الطبخ الحديث، متعلمة اللبس الحديث، متعلمة شيء ما عمره مر عليهم. خذها الرجل، هذا الرجل ذا كان ماخذ قدامها نسوان، بعد ما أخذها داخ معها، حبها يا أخواني كل يحب ما يلم. أشتكوا جميع من حواليه، يقول تغيرت تصرفاته، وكان من أول شديد مع النساء ومع المرضين، ما عاد يقول بعدها ولا تسلمها. فراح اشتكوا قول ان المرأة هذه اكيد انها ساحرته، سويت له سحر. الله، لان الرجل تاويلات هاي دائما. اسمع، الرجل انقلب 160 درجه. اول ما انقلب لبسه ثوب ذاك المعفن تغير، ما عاد يطلع من عنده الا بثوب نظيف. ثم اعتنت بشكله، ثم ريحته نفسيا. يا اخواني ترى المرأة لها دور. انا قلت في مقطع والناس عرضوني عليه بس هو في محله، قلت والله يا بعض الرجال انك تعرف مرته هي جيده ولا رديه من ملبسه. بعض الرجال لا قابلته شفت ثوبه وحياته وحذانه يسحب حتى ما يلبسها وعمامته، دريت ان مرة على الله يطلع من عندها يبغى يطلع بس. وبعض الرجال ما يطلع لين تلبسه ويتلبس ويتمنظر وتعطره وتزينه، هم يطلع لي نفسه جيده، يقابل الناس بروح معنويه عاليه. هيدا العال. المهم جو المصلحين يصلحون عند الرجال هذا، يام جو عند الرجال قال يا ولد أنت يقولون ساحرتك المرأة، قال والله ما ساحرتني، لكن أنتوا وش تسوونكم نسوانكم من يوم تقومون اللي ترقدون؟ قال والله كذا كذا. قال أبعلمك أنا وش تسوي بي، وهي يقوم يعدلهم تقول كذا، أنا ما يبقى له وش تسوي، تقول كذا وتقول كذا وتسوي كذا وتغديني كذا وتعشيني كذا وتقول بي كذا، ولا طلعين تلبسني ثوبي، ولا يجي تعلق عمامتي، ولا يجي. قالوا تكفى يا المصلحين، تكفى يا ابو هلال، ما تدولنا مع اخوات هربهم يسحروننا بعد حنا. السحر الزين هذا، السحر الحلال، هذا السحر الحلال. ايش رايك تقول يا ابو هذا الكلام؟ هذا واحد قاعد يسولف له عند الشباب، والله ما 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 بعيد تنواجد يحب يصنع المستوى. قال ما ادري شنو جاب السوالف، والسوالف يعني بمستواها يعني كذا اسريه وكذا، وقال ان زوجي تروشني في دوره المياه. قالوا تروشك زوجتك؟ يعني اعتبروها انتقدوه. ايه تدخل معك تروشك؟ قال ايه. وش قلت؟ ها يعني استغربوا، يعني استنقذوه. ايه وش فيك انت مريض؟ اذا كان مريض، اذا كان ما يقوم بلا زوجتي يا اخوان. انا اعرف رجال والله مرضى مرضانين، انا اعرف رجال مرضانين وعندهم شبه شلل كامل، ما هو والله رفضت، لكن رغبة زوجته يقوم بالله، لكن رغبة زوجته تدخل هي. هذا من باب العناية يعني. صحيح يا اخي، اخ اصلا في ظهر الرجال اماكن ما راح تطول هيدينه. انت معي؟ انت كانك تماديت في البدايه يعني. تماديت عند بعد شويه ابو الرحمن، ابو صالح، ابو صالح ما عندك كلام، ابو صالح ابو صالح شوي بتند اسئله شوي. والله تند اسئله. كلمه جميله جابها حسنا، وهي العبادات فضلها في رمضان. في رمضان في مكه الصلاه ب 55 سنه، 100,000 صلاه يعني 55 سنه. الله اكبر. تخيل لي اذا وصلت مكه، بعضهم اذا راح مكه تستغرب، قال والله اني اعتمرت الصباح والله ما جاء الساعه 9 الا وانا في مسجد ابن عباس في الطائف. سلام. اقعد في الحرم اكسب اجر. والله اني صادق، والله انهم يسلموا في الدين جاي من عمره. ها قال والله اما فلان قاعد ابشركم انا والله مغير جيت عصر وانا ما جاء الساعه 5 الا قدني مع الهدهراقي. قال ونعم ونعم. الجنازه ب 100,000 صلاه والفريضة بخمسة وخمسين سنة. ولذلك من يروح يا مشاهدي الكرام، من يروح إلى مكة يحتسب أجر أبنائه وأجر الزوجة واللي تاهم من فلوس عند ربي توك. أسأل الله العظيم إنه يبيض وجيهكم. الحلقة راحت سريعا، ودائم حلقاتنا معكم تروح سريعا مع أنها ساعتين ونص. والله أنكم جملتوا، لكن بكرة حنا في محلنا وبشرب العوض. لك بكرة، لك بكرة ثلاث مشاركات، والبو مصر ثلاث مشاركات، والبو العلاء ثلاث مشاركات. أنا أبو فيصل ما جبنا قصص. هذا رضا لك شعار. الله يعين عليك. مشاركة واحدة كنا عشرة. أنا مشاركة واحدة كنا. الله أنه يعافيك. اسمه عبيد. الله ينفعك. بكرة عندي لكم قصة. يعني بتزيل بعضكم وبعضكم بالزعل. لا لا بتزينا وصل من اللي يرضي الناس كلهم. الناس غاية. محمد صلى الله عليه وسلم مرضاهم، جاي يخرجهم من الظلمات إلى النور، بعضهم مرضي عنه. مشاهدينا الأعزاء، نتمنى أن نكون قدمنا هذا اليوم
ما ينال على رضا الله تعالى ثم ينال على استحسانكم أنتم. ونتمنى من الله تعالى أن نبشر وتبشرون بإتمام هذا الوقف وقف الرحماء اثنين. الله أن يسخر له من يتم هذا الوقف وأن يسخرنا ويسخركم للبذل والعطاء والصدقة والإنفاق وكل عمل يرضي الله تعالى عنا. حنا سعيدين والله بالتواجد أمامكم وتقديم ما نطمح ونسعى أنه يرضيكم وينال على استحسانكم. نلتقيكم بكرة في نفس الموعد الساعة 5:30 عصرا. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس لكارم فيه مبدا وترتيب ما بين قول الله ونهجه ودينه ما بين قول الله ونهجه ودينه. يا مرحبا باسم لكارم هلا الطيب يا مرحبا باسم لكارم هلا الطيب بمجلس فيها العلوم الثمينة سوالف ما تعرف الشك والريب من سمعها على المكارم تعينا في شاشة ما قصرت في المواجيب شاشة بداية بحر وانتو السفينة. مجلس لكارم فيه مبدأ وترتيب ما بين قول الله ونهجه ودي